أخبار اليوم. ساندي بنرحب بيكي في بوابة أخبار اليوم ومنورانا. ميرسي. أنا مبسوطة إني أنا معاكم في أخبار اليوم، وأنا سعيدة إني معاكم، يعني هديكوا أخبار جديدة. طالعة عفريتة في الحلم؟ عفريتة إزاي؟ عفريتة إزاي؟ ما هو أنا لو حكيت لك إزاي بالظبط التفاصيل يعني هحرق الشغل عني يعني قبل ما أصوره يعني، بس مش هقدر أديك معلومة غير إني أنا عفريتة زي ما احنا عارفين يعني ايه عفريتة يعني. اوكي. بس مش شريرة يعني، مش عفريتة اللي هو بشكل اللي احنا مفهوم عندنا، عاملينه بطريقة معينة يعني طريقة جديدة يعني طريقة 2015. اوكي. المفروض المكياج ايرانيين اللي هيعملوا العمل ده، التصوير هيبقى في ابو ظبي مش في مصر، كله 60 حلقة. كل مرة في يعني غير ان هي عفريتة، كل مرة العفريتة دي بتعمل حاجة جديدة يعني، كل مرة بتعمل الشعبي، تعمل الكلاسي، تعمل الدلوعة، تعمل كوميدي، تعمل باللهجة الخليجية، باللهجة التونسية، باللهجة التانية غير اللهجة المصرية. فحجزت كذا شخصية يعني، مش شخصية واحدة يعني، كل مرة ببدي حاجة. بس هو ده العفريتة. فيها كوميدي وتراجيدي زي ما قلتي، كل حاجة. ايه المختلف؟ حد موهبي في 60 حلقة دول، هكرس موهبي فيها يعني. تمام. وبالنسبة لمسلسل يوسف المقربي، مملكة يوسف المقربي، انا حاليا لسه بصور، وشكلنا كده داخلين على رمضان عشان متأخرين جدا، ولسه فاضل كتير ما خلصتوش. ده اللي كان جديد في المسلسل. مش عارف اديك طبعا تفاصيل المسلسل عشان عايزاهم يتفرجوا يعني، عايزاكم لو انتم مهتمين بسنجين تشوفوها في رمضان اتفرجوا على المسلسل وقولوا لي رايكم، هبقى مبسوطه. المسلسل روحه ايه؟ يعني دراما ايه؟ لا دراما، هو دراما فيها اكشن شويه برضو يعني. هو دايما في المسلسل دايما بيقول لك في العميل الخير والشر، انا تبع الشر. انا من الشر يعني، من العصابه يعني. اوكي. يعني شغلي كله مع منظر ريحنا، انا بقول ريحانة ريحنا هو. اوكي. ايه الدور اللي نفسك يا ساندي تقدميه؟ لا انا لسه ما قدمتش يعني، انا لسه ما قدمتش اعمال كتير عشان اقول انا نفسي ايه. نفسي في كتير، انا لسه ما قدمتهمش. انا لغايه دلوقتي قدمت الكلاس الشيك، الليدي، الكوميدي، بس ما قدمتش الادوار التانية. فنفسي، انا لسه كنت بقولها من قريب، نفسي مره اقف قدام كاميرا بس غاسله وشي يعني، صاحيه يعني من النوم غاسله وشي، مش عامله شعري، مش عامله اي حاجه، ويقولوا لي تعالي مثلي على طول. فده اتمنى يعني اشتغله مع المخرجة الجميلة كاملة أبو زكري. أبو زكري كاملة أبو زكري عشان بحب شغلها بصراحة. كان نفسك تقدمي حاجة يعني؟ هي أكتر واحدة يعني بعد مسلسلها سجن الناسا، أكتر واحدة يعني شفت شغلها حلو جدا، طلعت ممثلين حلوين قوي، أول مرة يعني بيمثلوا تمثيل حلو، وطلعت ممثلين بجد ومن غير أي حاجة. فأتمنى إن احب اعمل حاجات زي اللي هي قدمتهم يعني. تمام. لو قلنا انه احلى لساندي، تراجيدي، شر، كوميديا؟ كوميديا. الشخصي ولا كجمهور؟ لا كانت تقدميه الاثنين. انا احب الكوميديا عشان بلاقي الناس بيحبوها قوي فيا، مع اني انا في الحقيقه مش كوميديه خالص يعني، ماليش يعني، انا ما بعرفش اقول نكته يعني بقول نكته ببوظها يعني، ماليش في، مش فن يعني بمعنى اصح. بس لاقيه في الكوميدي، لاقيه نفسي كويسه فمبسوطه، بس بحب الاقي نفسي في كل حاجه، مش في حاجه معينه يعني. مش عايزه اتحدد في حاجه بس، عشان انا ممثله، مش عايزه اتحدد لي في حته ولا عايزه ابقى نفسي ابقى ناجحه في كله، وان شاء الله يعني واحده واحده هقدم كل يعني قدامي الوقت.
مين اكتر حد بيضحكك في الكوميدي؟ لا كتير في كتير يعني. احمد ادم my best friend عشان بواجه التحية عشان انا بحبه قوي. بحب لا كله بيضحكني بيضحكني حلمي محمد سعد. بحب محمد سعد قوي. طبعا الزعيم. لا كله كل واحد ليه. وميكي برضو حلو يضحكني بحب الستايل بتاعه تقريبا كله. وهاني رمزي برضو بحب هاني رمزي. اشتغلت مع هاني رمزي برضو وكنت سعيدة معاه يعني على المستوى الشخصي الإنساني وفني الاثنين كان حلو قوي. وأنا تقريبا اشتغلت مع يعني تقريبا مع كل الكوميدي. ساندي اتحطيتي فترة كده في منطقة ممثلية إغراء. تاني أنت تاني إغراء تاني اتفضل. ساندي اتحطيتي فترة كده في ممثلية إغراء. ده حقيقة. والفترة دي لما اتحطيت فيها قعدت فترة كبيرة قوي ما بشتغلش عشان ده. يعني موقفة شغل عشان ده موقفة شغل. يعني كل ما بيجيلي شغل يعني لما بلاحظ ان هو بيدي عندهم اغراء فبحاول اني انا ما اشتغلش. يعني جالي كذا فيلم ورفضته مش عشان الفيلم وحش ما اتعرض ونجح وكل حاجه كذا فيلم يعني اتعرض بس عشان مش يعني يعمل اسف يعني انه كل المخرجين حددوني في النقطه دي. يعني هي دي مشكله المخرجين عامه كلهم نفس النقطه. يعني لو واحد ممثل نجح كظابط فخلاص تلاقيه في كل الافلام ظابط، واحد نجح حرامي فيجيبوه هو حرامي، بلطجي فكل المسلسلات، واحده نجحت شلق في حته معينه فبيجيبوها. فهما بيحددوا الممثل برضه في حتت مع انه الممثل يقدر يعمل كل حاجات. فانا لما حددوني الفتره دي زي ما انت قلت اغراء حاولت اوقف ما اشتغلش كل الاعمال لغايه ما تجيلي حاجه جديده اعرف انا اقدمها. ابعد على السكه دي او اكسر الحته دي عشان انا لو حتى عدتها او عملتها في حاجه تستاهل. عشان يعني انت هتقولي النهارده مش هتعملي هقول لك لا هعمل بس في حاجه تستاهل زي ليها قيمه زي خيانه مشروعه. انا ما عملتش خيانه مشروعه مش فيلم مش تافه يعني فيلم ناجح ومع مخرج كبير زي خالد يوسف مع نجوم كبيره. بس لو جات لي حاجه زي كده تاني هعملها بس بعد ما اكون كسرت وقدمت حاجه تانية للناس. فبحاول ده اي نو انا بتعب في الموضوع ده. يعني انا بقالي كتير قوي ما قدمتش جديد وبقالي كتير قوي غايبه عن الناس عشان في ناس كتير قوي بيقولوا لي انت يعني مقلله من شغلك. هو انا مش مقلله على قد اني انا بحاول اني انا اللي بيجي لي كله كده مع الاسف. يعني الادوار اللي بتجي لي كلها نفس الادوار ونفس الشخصيات. يعني انا لو النهارده جالي المسلسل هتلاقيه كله زي بعض نفس السكه. فانا ايه الجديد اللي هقدمه؟ يبقى انا ايه النهارده هشتغل مجرد شغل وخلاص انا عشان اخد فلوس. فانا لا مش دي هدفي عشان انا لسه ببني نفسي فلسه بقدم نفسي للجمهور فما ينفعش اني انا اشتغل وخلاص. فبحاول اني انا حتى لو جيت على نفسي ما اشتغلتش اني انا اقدم لهم حاجات ده ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ساندي على مستوى الحياه الشخصيه بالنسبه لك الحب بيمثل ايه؟ هو احنا من غير حب ما نقدرش نمثل ولا نشتغل ولا اعمل معاك انترفيو ولا اعرف احب رباب ولا اعرف احب اي حد تاني. مش عارف احب حد. يعني الحب حاجه مهمه مش بمعنى النهارده لما بقول حب يبقى حب الراجل بس يا جماعه. لا حب اني انا احب مامتي احب رباب احب اختي ايناس احب ناس كتير احب صحابي احب اهلي. هو ده الحب مش لازم يبقى راجل بس. اي نعم دي مهم اني انا احب راجل عشان نص حياتنا يعني اكمل نص ديني يعني زي ما بيقولوها. بس حاجه مهمه يعني مختصر كلامي حاجه مهمه جدا واحب الحب. انت وإناس النهارده بقيتوا في الوسط الفني؟ الحمد لله. العلاقه شكلها عامل ازاي؟ يعني مين بيفيد التاني اكتر؟ في غيره ما بينكو؟ لا غيرة لا ما اقدرش اقول في غيرة انا وإناس خالص وده يعني شهادة الناس كلها تقريبا. يعني ما عندناش غيرة انا واختي إناس. انا وإناس بنكمل بعض يعني حاجات ممكن انا ناقصاني هي بتكملها لي وهي نفس القصة هي ناقصاها انا بكملها لها. بنحب ناخد اراء بعض بنشاور بعض في حاجات كثيرة قوي. يعني تقريبا إناس كل حياتي. بس انا بتعامل خد بالك مع إناس اللي هي صاحبتي مش اختي. يعني بنتعامل مع بعض على الاساس ده مش على الاساس ده يعني مش على اساس ان احنا اخوات. يعني بتفق معاها قوي قريبه من
وانا نفس القصه مش متشدده معاها عشان انا اختها كبيره خالص. بشجعها في التمثيل. انا بشوف ايناس ممثله كويسه جدا شاطره قوي. ايناس في الحقيقه كوميدي يعني فاني قوي عكسي انا. بس ربنا وفقها. مش بشجعها في شغلها بس مش مثلا ايه بساعدها فنيا. انا ما بساعدش ايناس فنيا يعني انا مش بجيبها اعمال ما بساعدهاش كفن يعني مش انه النهارده اني انا عندي عمل فبروح لا نفسي اعمل ده بس انه انا عايزاها يعني تبتدي هي وبعد كده اقدر اعمل ده. انا ما عنديش مشاكل بس انا عايزاها هي اللي تبتدي يعني هم مقتنعين بالناس مقتنعين بتمثيلها يلا جو هات انا اقدر وقتها اجيبها وهي ما شاء الله ان شاء الله تبقى ناجحه. على طول موجوده على السوشيال ميديا. هي على فكره ايناس اشطر مني في السوشيال ميديا على فرانتس اشطر مني وفايقه عني انا اكتر وحافظه كل الحاجات تقريبا يعني اي حاجه جديده تلاقي ايناس موجوده فيها. هي فاشونيستا جدا ايناس عكسي مجنونه لبس. هتلاقي حتى لو دخلتوا على الانستجرام على صورها هتلاقيها مجنونه في لبسها في حاجاتها. ايناس مجنونه في حتى في شعرها يعني كل يوم بتقص وبتطول يعني تقريبا ما بتقعدش شهرين على بعض شعرها لون نفس اللون بتغير لون شعرها كتير مجنونه يعني انا مسميها مجنونه على فكره انا في التليفون مسميها مجنونه مش اختي يعني. ساندي وهيفاء وهبي حبيبتي هيفاء اي ما حبيبتي صديقتي جدا ماي بيست فريند بحبها وبقول لها مبروك على مسلسل مريم وبحب صداقتي ليها. يعني ست جدعة قوي ليدي بحب حبها لينا انا واختي بحب صداقتها يعني مبسوطة بيها وبحب لها النجاح وقال لها مبروك على الفيديو كليب برضو باركت لها وكانت يا حرام هي زعلانة عشان زعلت من الناس انتقاداتهم كانوا يعني يضايقوا كتير يعني مش مستاهلة يعني ان هي عاملة أغنية حلوة انجلش مش عربي ومصوراها برا فكانت حلوة يعني بس بقول لها مبروك ولا يهمك بالنجاح وفيديو كليب بتاعك تحفة وانتي قمر فيه ومستنيين الجديد بتاعك. تحبي تقولي ايه لجمهورك؟ اول حاجة بحبكم قوي واستنوني في مملكة يوسف واتمنى انكم تتفرجوا على المسلسل ويعجبكم.